اذا عودة لك لكم مرة مع الفائزين بمركز اول ومركز ثاني بفئة الاندر 12. يعني هلا بتغير صباطك انت تروح تلعب باسكت او كيف؟ لا بغير صباطي يروح يلعب باسكت. بسم الله عليك. بالفوتبول طالع مركز اول والباسكت متصدر السوشيال ميديا، الفيديو تبعوا لك متليين الدنيا. اول شيء انت اذا انا قلت لك نقي لي بين الفوتبول والباسكت شو بتنقي؟ لا باسكت هي هوايتي، انا بلعبها للفن. فوتبول بلعبها للفن. تلعبها للفن وعمل فيرست بليس؟ هيك ما بعرف. اذا هيدا الفن عندك مشكلة. لا انا لقيتها كثير، لقيت بحالي اكسبيرينس يعني كثير لقيتها انه هيك هينه صعبة بنفس الوقت. شو الاكسبيرينس اللي تعلمتها من الفوتبول وخلتك تحسن بالباسكت؟ هيك نشوف. انه اثنيناتهم بدهم تتمرن، ما فيك تلعب هيك وتكون قوي دغري ما تتمرن، كل شيء بده تمرين. بس بالركض بالنفس هيدا كله ما بيساعدك بالفوتبول تلعب بالباسكت ولا لا؟ بلا كله بيساعدك، بيفتح لك نفسك اكثر مش هيك؟ ايه. وهلا انت عم تستفيد من الفوتبول لتروح تلعب باسكت؟ صح. بس ما تستعمل اجريك بالباسكت مشكله. لا بستعمل. طلعت مركز اول. ادم خبرنا قديش تمرنت اول ما تمرنت للتشالنج؟ لا تعيت الفوتبول باسكت مرنت لهم كثير انا، يعني امبارح كثير كمان رسيت عملتهم شيء 3 مرات. هلا انت على فكره بالورم اب قدرت تسجل وحده واثنيناتهم سجلت المعوض هول التو بوينتس هول الجولز واحد بواحد سجلت اثنيناتهم. فيت على اللي عم تلعب حطيت وحده بس من اثنين ليش؟ يمكن كنت متوتر وما ركزت كثير. ليه كنت متوتر؟ مش كنت خايف؟ هيك كله في التصوير وفي عالم. خايف منه ولا؟ طب هيدا قديش انت اول شيء مبسوط انه عم تشارك بهيك ايفنت؟ خبرني. كتير مبسوط ومن فرحة قلبي اني يعني طلعت الاول. انا كتير كنت عم شو اسمه كتير كنت بتمنى اني اطلع على فيرست بليس سبورتس مانيا. ادم مين الايدل تبعولك؟ في الفوتبول؟ الفوتبول وباسكت. فوتبول ميسي. اوكي باسكت؟ كايري ايرفينج. بلبنان ما بدي احكي عن بي. اوكي وائل عرقجي. وائل عرقجي بتحبه لوائل عرقجي؟ شو بدك تقول لوائل عرقجي؟ ضلوا مع الرياضي ويربح منتخب لبنان. انتوا مع الرياضي طلعت شاشة الرياضي مش هيك؟ قلت لك لك هلا عندك باسكت سكيلز شوي ردي جاهز حاضر عما ركز فوكس خايف موتر؟ لا ولا شيء. قلت لك لك ادم حسام كيفك؟ الحمد لله ان شاء الله منيح كل شيء منيح. يعني نزلت انت طلعت مركز ثاني طلعت دغري من ورا ادم، خبرني قديش كنت مبسوط؟ كنت كثير مبسوط. خايف شيء؟ ما هو كان خايف. ايه كنت شوي يعني بس ما بلشت. مش هو كنت خايف، مش شو عم بتخافه؟ يعني اذا بوصل مثلا ثالث وخسرت بنقطة بصير يعني بصير كأنه خسرت كثير معصب بصير. لقيت صعوبة بالتحدي ولا ما لقيت صعوبة؟ ايه بس لما بلشت لحتى شوط هيك يعني حسيت حالي جاهز. حسيت حالك جاهز بس كنت يعني لقيته صعب التحدي لك بالنسبة لك ولا لا ما لقيته صعب؟ ما لقيته صعب. قديش مهم اليوم كمان هيك عم تشتغل على المهارات الفردية اللي عندك يا وتطورها من ورا هيك التحدي؟ يعني مهم شوي لأنه بتساعدني بالدريبلينج وبالشوت وكمان بوين يعني بتماما وين بدي سيب الشغلة. شو راح تحسن هلا من بعد هذا التحدي؟ شو راح تحسن بحالك؟ يعني حس حالي إنه هلا يعني انا راح اطلع يمكن بس ما اكبر اطلع لاعب منيح. بدك تعمل لعيب فوتبول بس تكبر؟ ايه. طب هيدا الميداليه اللي ربحتها لمين بتهديها؟ بعطيها يعني بتركها على محلات ميداليات. اذا قلت لك اعطيها لاهلك ما بتعطيهم لاهلك؟ لا. ما بتعطيهم الميداليه؟ لا بتحطها تحت تختك يعني حد مخدي انت فيها مش هيك؟ انت اول ميداليه تربحها؟ لا. كم ميداليه صرت ربحان؟ في عندي شيء 3، في عندي واحدة أنا وصغير بالسويمينج وفي عندي واحدة بالفوتبول وهيدي الثالثة. هيدي الثالثة بالفوتبول صارت؟ 3 بالفوتبول وواحدة بالسويمينج، يعني 4 ميداليات صار عندك ولا لا؟ أربع ميداليات؟ 2 ميداليات فوتبول وواحدة سويمينج. يعني هيدي الرابعة هلا ولا الثالثة؟ لا الرابعة. ضاعت وضيعتك معي. أربع ميداليات لهلا قديش بيانوا لك إنه تكون عم تربح ميداليات؟ يعني بحس حالي كأنه أنا هلا صرت كتير منيح بالفوتبول ويعني بصير شي يوم أطلع شي لعب فوتبول كتير كتير منيح. آدم بحب ميسي، أنت مين بتحب؟ رونالدو. بحب رونالدو. نقيد أنت وياه ها؟ ميسي رونالدو كيف متفقين مع بعض؟ منا متفقين. مالكم متفقين؟ لا. ليه؟ يعني نتفق بالفوتبول وهيك بس يعني باللاعبين الفوتبول أبدا. بس هدول مختلفين عليهم. إيه. يعني أنت هلا بتحب اليوفي؟ ايه. هو بيحب برشلونة. ايه. صلاة بتجتمعوا باليوفي قريبا. ان
شاء الله. كيف ما كيف تروح هذا اثنين تكون؟ إيه. قلت لك لألك أول لحظة شو قال له لكوتشك طلع فيك كوتشك شو قال له؟ شكرا لحتى يعني تفتح المحل وتساعدنا نجيب كوتش كتير منيح و. إذا هو ما كان هون ما كنا قدرنا نعمل كل هيدا. برافو لك، هيدا هو الوفا. ثانك يو سو ماتش لك حسام. ادم ثانك يو لك كمان، رح توقف معكم لدقائق معدوده قبل انطلاق فئه الاندر 14 وبنرجع معكم.